سعاد سفير، في قرار اخر صدر النهارده هو السماح للمصريين العاملين في الخارج باستيراد سياره معفاه من الجمارك. ده طبعا كان احد المطالب الملحه للمصريين في الخارج، ان هم عايزين يعني ينزلوا بسياره معفاه من الجمارك والرسوم مقابل ان هم يودعوا وديعه في احدى البنوك المصريه بالعمله الاجنبيه. اليوم مجلس الوزراء وافق على ذلك، وافق على مشروع قانون سيحال ايضا الى مجلس النواب لاعتماده. وفقا لذلك يستطيع المصري المقيم في الخارج، بس بشرط ان هو يكون له اقامه قانونيه ساريه ودائمه في البلد اللي هو عايز ينزل السياره منها، ويكون سنه طبعا 16 سنه فما فوق، ويكون عنده حساب بنكي مفتوح قبل 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا الأساسي. يستطيع ان هو ينزل سياره، مش شرط يكون هو المالك الاول لها، ممكن يكون هو المالك الثاني او الثالث، بس يعني ممكن تبقى سياره مستعمله. ممكن سياره مستعمله، لكن في هذه الحاله لا يتجاوز سنه الصنع 3 سنوات من تاريخ العمل بالقانون. يعني القانون ان شاء الله نامل ان يتم العمل باعتبارا من الشهر القادم بعد اقراره من مجلس النواب. في هذه الحاله يستطيع المواطن ان هو يحضر سياره مصنوعه في 2022 او 2021 او 2020، يعني لغايه 3 سنوات سابقه على تاريخ العمل بالقانون. والمقابل ان هو اولا هيعفى من كل انواع الرسوم والضرائب الجمركيه وكل انواع الجمارك، لكن مقابل ذلك القيمه اللي هو معفي منها، يعني القيمه بالجنيه مثلا هو هيعفى من 200,000 جنيه مثلا، مقابلها بالدولار هيضعه وديعه او يعني لدى احد البنوك، لكن لن يستحق مقابلها فائده لمده 5 سنوات. يعني ال 200,000 جنيه لو هم قيمتهم حاليا ما يعادل 10,000 دولار، هو هيضع 10,000 دولار في احد البنوك المصريه ويتركها لمده 5 سنوات، وفي نهايه ال5 سنوات هيسترد هذا المبلغ مقوما بالعمله المحليه اللي هي بالجنيه، وقت يعني بسعر وقت الاسترداد، يعني سعر الجنيه بعد 5 سنوات عندما يريد الاسترداد. يعني لكن طبعا في المقابل ده هيحصل على ميزه كبيره جدا، ان هو هيدخل السياره معفاه تماما من اي رسوم. بعض السيارات بتصل رسومها وضرائبها ل 300,000 جنيه وبعضها نصف مليون جنيه، هو هيعفى تماما من هذا المبلغ. تمام.